عندها دور كبير في حياتك وفي انك تولي مغنيه. شكون هي؟ جده الله يرحمها. جده فاطمه. هذه معلومه صحيحه؟ صحيحه. بغيت نعرفها منين جبتي هذا الشيء. واش هي اللي علمتك الغناء؟ ماشي علمتني الغناء ولكن حبباتني في الغناء. سمعت واحد المعلومه ان كان صوتها جميل ايضا. جدتي الله يرحمها كان صوتها زوين بزاف، وكان عزيز عليها الله يرحمه سي محمد الحياني. أيه. كانت كتغنيه بزاف، وفين ما كنت كنمشي عندها باسكو جدتي كانت في جمعه تسحيم. دونك العطله ملي كنسالي الخدمه كنمشي عند جدتي نجلس معاها، كانت كتبقى تغني لي الحياني الله يرحمه. محمد الحياني. كان عزيز عليها بزاف، كانت كتبغي محمد الحياني الله يرحمه، معطي بالقاسم، ابراهيم العالمي، كتبقى تقدندن، كنت تكى عليها والله، كنت تكى عليها على ركبتها، كتبقى تلعب لي في شعري وكتغني لي. شنو تبغي تغني الجده ديالك اليوم؟ جدتي الله يرحمها كان عزيز عليها بزاف الاستاذ المرحوم محمد الحياني، نغني لها شي حاجه للحياني الله يرحمه. يا سيدي انا حر. سيدي انا حر. الله. تحية للموسيقي دريس نيغرا، وتحية لمحمود الرائع والفرقة الموسيقية كلها، تبارك الله عليكم. خلوني مني ليه مني ليه مني ليه مني ليه، نوهب له روحي نهدي له حياتي. سيدي كان بغيه كان بغيه كان حبه ونموت عليه. بيني وبين قلبي أنا حر فتاتي، أنا ماشي من هادو لما قطفوش الوردة غير لكن ما فيها شو. ولكتاب وحبيتي وتجرحتي وبريتي غيروا منك ويحسدو. أنا 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 ماشي من هادو لما قطفوش الوردة غير لكن ما فيها شو. ولكتاب وحبيتي وتجرحتي وبريتي غيروا منك ويحسدو. يعذبني واكتر انا ملكي ديه ديالو سلمت امري. يا سيدي انا حر وهاد النار ناري ما يمكن يشعر بها غيري. حلو الامر سلمتو امري فرحني قوي عذبني دابا تحب وتعذر ويغلبك بغلبني داك الساعة جاوبني. يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته عاجبني. ما شاء الله عليك. شكرا. ما شاء الله عليك. غادي نكملوا لو الشو ديالنا ونخليك دابا تشوفي واحد لو بورتخي اللي وجداه ليك قبل علينا. عاوتاني شي حاجه عاوتاني. يلا شوفوه. حاسس بمصيبه جيالي. يلا. نجات رجوي اللي معروفه بالبلدي والقفطان المنخوي كانت كتمنى تكون سميتها جنات، ساعه خربقوا لها الحروف وخرجت لهم نجات. لا ما كاينش هادشي هضره خاويه. بنت مدينه اسفي اي لؤلؤات المحيط الاطلسي كانت مشاغبه وقبيحه، ظلمها ولا تقيسها بكلمه تنوض فضيحه. بزاف عليك. شاركت في دو فويس ستوديو دوزان وغنات حتى في نغمه واتاي، واخا عزيز عليها تجلس في الدار خدمه فوزي المشماش والخيط والصباط وحتى في السبيطار. قرات الاقتصاد وتسيير المقاولات وفي الاخير قلبتها غنى في العراس. غنت هي وكاظم الساهر في موازين وتزوجت جوج مرات حيت قلبها حنين. انا وانا شوفوا حالتي. عزيز عليها الحلو نعمان، داكشي علاش حضراتو معاها في عقد القران وغنات له بلادي يا زينة البلدان في البرنامج الخوري مروان وتغني لجبال عليها. واش هادشي يا ليلى نجاة؟ المهم
نتمنى يكون عجبك البورتري. عجبني بزاف والله، تعجبني بزاف، عجبني بزاف. تبارك الله على الفريق اللي خدم على هذا الفيديو هذا. المهم حط لك الدواسه كامله. حط لي كل شيء بطريقه زوينه، بالعكس عجبني بزاف والله تعجبني. وفي البورتري قالوا بانك طلعتي في العماريه جوج مرات. طبعا 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 الحمد لله. طلعت في العماريه جوج مرات وربي رزقني جوج وليدات الحمد لله، اللهم لك الحمد. الان تبغي تعاودي تجربه الزواج ولا لا؟ لا صافي. فكره ما مطروحاش نهائيا. شنو اللي خلاك ديري قطيعه مع الزواج؟ علاش صفقت؟ انا بغيت نعرف علاش صفقت. حتى انا نفس القضيه. علاش الجمهور صفق على هذه القضيه؟ باش نتزوج. شوف لا ماشي قطيعه، غير انا شوف جربت حظي جوج مرات. الحمد لله ربي رزقني واحد جوج النعمات الله يخليهم ليا، انا عايشه ليهم دابا وبيهم. ما كان مشروع الزواج ما الفكره ما نهائيا. بغيت نعيش لوليداتي ولخدمتي وحياتي ولنجات. الحمد لله الحمد لله. لعبوا معك شي شويه؟ لعبوا. غندير معاك تحدي ديال الديو. عندنا صور ديال الفنانات. غادي نقول لك الا كنتي بغيتي تختاري ديري ديو مع شي وحده في هاد الفنانات شكون غتختاري؟ مرحبا. نشوفوا الصور. يلا. لمياء الزايدي. لمياء الزايدي ولا غتعطيوني اختيار ما بين جوج في الاخر يبقى سمية وحده؟ سناء مراحاتي. ولا سناء مراحاتي. شوف اولا بعد قبل ما نبدا في الاختيار، بجوج من الاصوات اللي انا كيعجبوني بزاف وهما مختلفين. لمياء شكلي كتغني نفس اللي كنغني انا طرب، وسناء كتغني الملحون والاندلسي. بجوجهم اصوات جميله جدا، مي انا غتيرني الفكره انه نغني مع سناء لانه مختلفه عليا، تاخذني لعندها. اوكي دونك بقات معنا سناء. نرجعوا لسناء. الو سناء ولا هدى؟ حبيبتي هدى، انا من العاشقين لصوت هدى. هدى سعد كتعجبني بزاف، وهدى كنبغي نسمعها هكا مباشره لايف. كتطربني بزاف، صوتها كيبكيني لدرجه انه صوتها فريمون كيبكيني من الشجن اللي فيه والحلاوه اللي فيه. نغنيو مع هدى سعد. هدى سعد ولا كوثر؟ كوثر براني. نغني مع كوثر براني. لا دابا انت كتفلي عليا. لا ما كتفلاش عليك، حيت اجي نقول لك الا عندي الفرصه نغني مع هاد الناس كاملين وكلهم اصوات جميله. علاش لا؟ دابا حاولتي تكوني دبلوماسيه معايا. انا قلت لك حاولي تختاري لمن شوف باش يبقى لنا اسم واحد في الاخر. والله ما دبلوماسيه، كنبي معك بكل صراحه، حلفتيني. هاد الاصوات كلهم اللي قلتي، لمياء الزايدي، سناء مراحاتي، كوثر براني، وهدى سعد، كل وحده في شكلها زوينه وكيعجبوني. علاش غنكذب؟ نبغي نغني معاهم كاملين بالعكس. اوكي نغني معاهم كاملين. اسماء المنور طبعا. شوف هذه السيده بوحدها انا كنعتبرها قامه وقيمه فنيه كبيره في المغرب. على المستوى الفني انا عاشقه لصوت اسماء المنور والعرب اسماء المنور والاتقانها في الغناء، وعزيزه عليا على المستوى الانساني. يعني تلاقينا شحال من مره على المستوى الانساني، انسانه جميله جدا، مثقفه جدا، وكتشرف الفن المغربي. اكيد يشرفني نغني مع اسماء منور. طبعا 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 اسماء منور طبعا هي طبعا الان عضو في لجنه برنامج ستارلايت، برنامج اكتشاف المواهب. واليوم حاضر معنا واحد الشاب مغربي اللي كان مشارك برنامج ستارلايت واللي تألق وأبدع، رغم أنه ما ربحش اللقب ولكن ربح قلوب بزاف ديال المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، لأن عنده واحد الصوت شجي ونبغيك اليوم تسمعيه. نسمعوه وتعطيني رأيك. نعطيك رأيك كذلك. غادي نطلب منكم تصفيقات حرة عفاكم. قيلي
قيلي مرحبا بك. الله يكبر بك خويا رشيد، شكرا على الاستضافه وصافي بليزير نكون معكم اليوم. فنانه كبيره نشاط الجميل. الله يبارك فيك. الله يبارك، انت اللي فنان كبير. ميرسي بوكو. شكرا بزاف بزاف. سمعتيه قبل؟ سمعته قلبي. اش دار فينا بداك الغنيه؟ زوين بزاف تبارك الله عليه، الله يحفظه، صوته زوين بزاف 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 بزاف، عرفتي كيدخل بزربه. صح، انا كيف قلت ما فازش باللقب ولكن فاز بحب الجمهور. ماشي دائما اللي كيفوز باللقب زعما ماشي بالضروره تفوز باللقب باش تنجح. نعم. انا ما فزت حتى لقب. تماما. شاركت استوديو دوزيم، وصلت لا فينال دو فويس، نفس الوضع والحمد لله. انا كنغني زعما الحمد لله. ولاحظنا هذه القضيه بزاف ديال الشباب في برامج على المستوى العربي ايضا ولا المغربي، كتلقاه ما خداش اللقب ولكن تألق ودارين كارياغ. حيت عرفتي علاش؟ واقيلا حيت ملي كتكون كتغني زوين وهذا الناس كيتعاطفوا معاك ملي ما كتربحش، انهم كيكونوا متوقعين انت اللي غتربح ولا كتبقى فيهم، تيقولوا كان ممكن كيكونوا بحال دابا كيكونوا جوج الاصوات زوينين والناس ما كيعرفوش شكون كيبقى فيهم هذاك اللي مشى، فهمتي؟ ما كيبغوش يمشي. وصولوا النهائي اكيد طبعا هو تشريف ليك ايضا، ان حبوك الناس وصوتك متميز، وانا اصريت انك تكون معنا اليوم في هذه الحلقه. شكرا. هذه شكرا باش يزيد يعرفك الجمهور عن قرب ويسمع صوتك ان شاء الله. ايضا يغني لنا قلبي، تغني لنا قلبي. اغني لي اخويا، طلبات اغنيه هي معجبه بالصوت ديالك ايضا. جدا. الله يحفظك الله يحفظك. نسمعوا قلبي. يا ترفع وتحب الغزال وتغزلت فيها، حلت شعرها ونزل حجون رجليها، حنية كلها وذوقه احلاها يا ربي، حضرتها مثل الغزو استوطنت قلبي 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 ما شاء الله عليك قيلي، انت بقيتي فيناليست، كيفاش كانت ردة فعل ديالك ملي سمعتي النتيجة ديال الفائز؟ سؤال كنت متوقع انك غطرحه عليا. اول حاجة فيليسيتاسيون محمد مليح، فنان تبارك الله، الله يكمل عليه. الاول الدراري اللي كانوا كاملين ماشي غير في الفينال، في كاع هاد لا سيزون هادي كانوا تبارك الله اصوات اللي هما في المستوى. ليسونسيال اننا شرفنا المغرب، الناس برا في البلدان العربيه كيسمعوا اغاني، يعني عرفوا بان كاينين ديزارتيست في المغرب. بارك الله. الاحساس ديالي كان انني صافي دابا سالا ستار لايت، خصني نبدا يعني بيريود ليا جديده ان شاء الله. ان شاء الله. كنبغي نشكر كاع الناس هادو الزوينين، مغاربة ذواقة كيفهموا في الموسيقى، نرسل على الميساجات الزوينين ديالكم وعلى لي كومونتيغ الزوينين، هادشي كيفرح بصراحة، ما كنتش منتظرو أنايا، ما كيفرح، كيفرح بزاف، وإن شاء الله لا أنا لا لي زامي اللي كانوا معايا، كنتمناو أننا من مورا ستار لايت نقدموا لهاد الناس هادو شي حاجه اللي كيستحقوها انهم يسمعوها ونكونوا في المستوى ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا بك، والى عندك اي جديد مرحبا بك في البرنامج. ميرسي بوكو خويا رشيد. نجاة تبعتي قيلي؟ لا تبعت ستار لايت، كنت ماشي دائما قيلي بزاف، عجبني بزاف. ميرسي. وعجبتني واحد البنت ما عرف سميتها اللي غنات اورا يا اورا يا الحلقه ديالها تفرجت فيها نهار لا فينال، ما تفرجتش للاسف، مي قيلي بهذه الاغنيه قلبي. ميرسي. تبارك الله عليه، الله يحفظك، الله يحفظك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، الله يوفقهم كاملين. قيلي انت شاركتي في ستار لايت وانت من الجاليه المغربيه لانك كتعيش في اسبانيا، امتى بدات الموهبه الغناء؟ في اي سن بالضبط؟ الموهبه بدات في سن صغيره، يعني كنغني للناس اللي كنعرف اللي قراب ليا، صحابي العائله، من بعد يعني
كيف ما كيقولوا بديت كنتعمق في هذاك الشيء باش كن يعني كنغني ديما. وليت كنخدم حفلات هكا هنا في المغرب قبل ما نمشي لاسبان. وحتى في لاسبان بقيت على نفس يعني حفلات هكا اعراس. وهاد الهوايات هي ولات مصدر الرزق ديالك؟ كنظن كتخدم الان كمغني في لاسبان سي. ما كديرش شي خدمه اخرى؟ لا لا. اذا انت محترف يعني شاركتي في مسابقه ماشي كهاوي، كمحترف. كهاوي كهاوي. الموسيقى كتجيني شي حاجه اللي عمرك ما تقول انا كنحترفها، حيت الموسيقى شي حاجه اللي كبيره بزاف. كل ما عرفتي ما تلقى راسك ما عرفتي شي حاجه. بارك الله عليك. الله يبارك. ندير معكم واحد لوجو ديال الفرقه الموسيقيه تعزف لكم اغاني، اوكي؟ مقاطع ديال الاغاني هكا على امبروفيست مغربيه وشرقيه، والاول اللي غيعرف الجواب ديال المقطع خصو يغني مقطع من الاغنيه. جسمي. اش من الاغنيه؟ جسمي. انا كل حافظها ولكن ما عرفتش سميتها. والله انت حافظها ما عرفتش سميتها. يلا غنيها. انا كل ما نويت انسى لك الذكرى ترجعني، ترى للحين انا حبك واشوفك بين حين وحين. ميلي وجد راسك. شنو هي؟ عبد القادر. عبد القادر يا بولا. سيدي هواري دير مجهودك وتحاسب، وانت راجل قايم بخدمتك دير مزيان. سيدي هواري دير مجهودك وتحاسب، وانت راجل قايم بخدمتك دير مزيان. وعبد القادر يا ابو علام دافع الحال عليا، وداوي حالي يا ابو علام سيدي رفع عليا. وعبد القادر يا ابو علام دافع الحال عليا، داوي حالي يا ابو علام سيدي رفع عليا. وانا عرفت ولكن ما شريتش، بغيت نبقى يعزف. شيرين مشاعر. مشاعر. مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيني. مشاعر مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيني. بارك الله عليكم. يلا ساعة سعيدة. ساعة سعيدة مات بعد أموال، هود والمكان والفرحة تهني البال. حبيبي لالي سحر وجمال، سحر وجمال. والحبيب ديالي وغير انا شفتك قلبي ارتاح. يا سلام يا سلام. تولمنا وحدك العشرة راح يسعدي زيان انتي. يا سلام. تعني بالنظر تعني بالصار. عيني 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 عيني.
حبيتك يا ولا شوي سعد المعتر ويطول دنيا الهوى دنيا الهوى وساعة ساعة سعيدة يا عين. برافو برافو. اسمو جديننا عاوتاني تما. اجي بلاتي نقول لكم واحد الحاجة، ما ديروش أغنية لرشيد العلالي نكتشفوا القدرات ديالو واش غيعرف أغنية ولا ما يعرفهاش ويغنيها. أنت تبقى غير شنا. لا شو ما تعطيوش شي أغنية سهلة. أنا مزود. لا ويغني. الله الله. أنا عارف شكون. ترى ديما تنغنيها. هاك. عاوتاني. لا والله تعطيتهم أغنية سهلة. بتعزمني على كلمة. وعطوك أغنية سهلة، والله تعطوك أغنية سهلة. العام الجاي أنا مشارك معكم. بارك الله عليكم. آخر أغنية اليوم يلا. دابا يجي الحبيبة ودابا يجي وانا المعبود الله ونبي سيدي يا الحبيبة ودابا يجي دابا يجي يا الحبيبة ودابا يجي دابا يجي يا الكبيدة ودابا يجي ومالي يا مالي مشاو عداني ايوا ايوا وانا المعبود الله دابا يجي يا الحبيبة ودابا يجي عيتني بكذوبك شي ما جا ومالي يا مالي مشى وعداني ايوا ايوا برافو الله 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 سيد عطار برافو برافو سيد العطار يا العطار عطيني شي بخور ماش داوي جراحي باش نطفي هاد النار عيد نصبر الغزالي عداني العطار يا العطار عطيني شي بخور ماش داوي جراحي نطفي هاد النار عيد نصبر الغزالي عداني قالوا لي دوايا عندك نصيبو العطار كيداوي الفرق حبيبو قالوا لي دوايا العطار كيداوي الفرق حبيبو اش دواك يا العطار يا العطار ويلي ودواك يا العطار يا العطار اش تبارك الله عليكم بابو. اليوم اجتمعوا الاصوات القويه تبارك الله نهار كبير هذا مزيان اللي تجمعت ندير لكم شي تصويره بجوجكم واخا ونحطوها في انستغرام ياك في انستغرام يلا شوف هذه الصوره غادي تلقاوها في انستغرام وغادي نطاقي لي باج ديالهم بجوج باش تدخلوا عندهم يلا تبارك الله عليهم نجاة رجوي نعم كاين واحد العتاب كيتوجه لك كيقولوا بان نجاة كتكسل شي شويه فنيا انت من الفنانات اللي مطلوبين في الحفلات الخاصه والاعراس والمناسبات ولكن مقله في الاصدارات ديالك الفنيه ما كنشوفوش الجديد ديالك على مدة شحال ديال الوقت مر الآن ومازال ما شفناش الجديد ديالك أشنو السبب؟ نجاوبك غتجاوبي عندك الحق غير هو أنا ماشي متكاسلة ولا خمولة ممكن أنا بديت بالأغاني ديال الفنانين الكبار
نعيمة سميح، أم كلثوم مع حفظ الألقاب طبعا، وبقيت طولت في هذا الشيء بزاف. اليوم عندي شحال هذه ما كانش ممكن ننتج، ما كانش عندي الإمكانيات باش ننتج لراسي قبل واحد الفترة. اليوم أنا عندي قادرة ننتج لراسي، وخديت أغاني، راه ماشي معاك بعيد، عندي أغاني مصايبين واجدين باش ننزلهم. واش ما باغاش نخرج من المحيط الراحة ديالي، زون دو كونفور ديالي ما قادرش نخرج منها؟ واش متخوفة من رد فعل الناس أنهم تعودوا على نجاة واحد المدة طويلة كتغني أغاني العمالقة؟ واش مني غتغني أغانيها الناس كيفاش غيتجاوبوا معاهم؟ هو غلط، هذا خوف غلط. وأكثر حاجة كتأدينا هي الخوف، مني كنكونوا كنخافوا من شي حاجة. أنا عندي تخوف، أنا قلت لك ما عرفتش شنو هو السبب، لدرجة أنه اليوم أنا عندي جوج الأغاني، أغنية مصرية مع عصام كاريكا سجلت هذه عامي، مازال ما خرجتش، مازال ما عندي في الدار كنسمعها انا كل نهار. وعندي اغنيه واحده اخرى سجلتها هذه واحد العام مع كلمات محمد المغربي والحان مهدي مزاين وتوزيع مدارة وطارق حجيلي، حتى هي كاينه. واش انا كما قلت لك واش ما قادراش نخرج من زون دو كونفور ديالي اللي ولفت والناس تعودوا عليا فيها؟ وهنا بغيت نوجه واحد النصيحه لقيلي والشباب اللي عاد بادين، ما يديروش الغلط ديالي، حيت انا طولت بزاف انني كنغني اغاني الناس. النهار اللي جيت بغيت نغني اغاني ديالي جاتني صعيبه. نعم، دعيو معايا حيد التخوف ونزل الاغاني. شنو جوابك للناس اللي كيقولوا اللي كيصنفوك فنانه اعراس ومناسبات؟ ماشي شي حاجه تعيب، ماشي شي حاجه تعيبني، بالعكس نقول لك علاش. الحمد لله كنغني في كل شيء، كنغني في مهرجانات، كنغني في اعراس، كنغني في التلفازه، اللهم لك الحمد. فنانه اعراس ما كتعيبنيش، نقول لك علاش. حنا ملي كيكون العرس ديالك كنسميوها ليله العمر، كل عروسه وعريس كيبغيو يكون احسن ما كاين في ذاك الليله، متفق معايا هذه القضيه؟ كيجيبوا احسن اوركستر، احسن تريتور، احسن نقافه، وكيبقاو يوجدوا بالعام لذاك العرس. دونك انا ذاك العريس والعروسه ملي كيختاروا نجاة رجوي تكون معاهم في هذيك الليله، صافي دير كيبغيوني بزاف وعزيزه عليهم انا بزاف، دونك شي حاجه تشرفني بالعكس. وانا سعيده جدا، وانا كنسميو عريساتي لانه كنفرح معاهم بحال خواتاتي. ولكن لا تكلمنا على الجمهور العريض. انا نبغي نتكلم على الفنانه نجاة رجوي اللي صوتها صوت قوي ومن اجمل الاصوات اللي قلت ومازال كنقولها، ونبغي يكون عندها واحد الرصيد فني اللي غنقول واحد الاغنيه نقول هذه ديال نجاة. انا راه ما مختلفاش معاك، انا راه متفقه معاك مليار في الالف، ومتفقه مع الناس وعندهم الحق. كيقولوا ايضا شنو تيقولوا ايضا؟ بانك كتربحي، عندك مداخيل الحمد لله ماديه محترمه من هذه الحفلات. اها، ولكن ما كتبغيش تخرجي الفلوس. انا دابا باش ديري كليب وباش تنتجي اغنيه؟ شوف بالعربيه تعرف بالعربيه سقرامه انت قلتيها. لا لا والله ماشي. شوف انا شرحت لك، انا كنت سقرامه ما غنصايب جوج الاغاني، وحده في مصر وحده في المغرب، راه ماشي والله ما مساله فلوس، اقسم بالله العلي العظيم ما مسألة فلوس. انا قلت لك اليوم انا عندي تخوف من رد فعل الناس. غنعطيك واحد الحاجه واحده اخرى، ممكن تسول مهدي مزاين وتسول مدارة ومحمد المغربي، شحال من مره نجات مشات للاستوديو وعاودت التسجيل ديال الاغنيه، كنت غنحمقهم. سجل حتى كنسجل وكنسالي وكنمشي للدار كنبقى نسمع واحد السيمانه خمسة وعشرين، كنعيط لهم كنقول لهم الدراري بغيت نعاود. وشنو هذا؟